السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنراجع مع بعض كده مراجعة سريعة على شابتر 9 عشان الامتحان وكده، فالدنيا ان شاء الله تكون سهلة معانا. شابتر 9 بيتكلم على كذا حاجة كده. اول حاجة عندنا الكاثود ري استروسكوب، يعني دي الفكرة الأساسية بتاعته، فاحنا هندرس كل حاجة لوحدها وبعد كده هنحاول نجمع الاستروسكوب كله على بعضه، وهنحاول برضو ندرس انواع الاستروسكوب كلها والملحقات بتاعته زي البروب والحاجات التانية. تمام. أول حاجة عندنا كاثودري تيوب. كاثودري تيوب بتتكون من كذا حاجة، ممكن مثلا لو هنقسمها سكاشن هتتقسم لتلات مناطق. أول حاجة عندنا الجزء ده كده من هنا لهنا، ده اسمه الإلكترون جان. ده بيبقى عبارة عن حاجة زي مدفع لإطلاق الإلكترونات على الشاشة. طيب الإلكترون جان دي بتتكون إيه من جوه؟ فيها كذا حاجة. أول حاجة اللي هو من هنا كده، في فيلمنت أو فتيلة بتسخن كاثود. كاثود طبعا المفروض بيبقى سالب 6.3، دي بتاعة الفيلمنت نفسها. السالب الكاثود بيبقى عليه جهد سالب 2 كيلو. بعد كده بيبقى في عندنا جريد بتبقى مخرومة مثلا من جزء صغير عشان تعدي الإلكترونات. دي مثلا عاملة زي الطرف المسدس من بره، اللي هو يعني حاجة بتخرج الإلكترونات. تمام. بعد كده عندنا الأنود دوان، بيبقى عبارة عن 3 حاجات، 3 أنود هندرسهم برضو. تمام. بعد كده عندنا الديفليكتنج بليتس او جزء الديفليكشن، السكشن بتاع الديفليكشن بيبقى عبارة عن 3 حاجات. في الاول فيرتيكال بليتس، بعد كده ايزوليشن شيلد بين البليتس دي والبليتس دي، بعد كده الهوريزونتال ديفليكتنج بليتس. تمام. هنشرح كل واحد لوحده دلوقتي. بعد كده اخر حاجة عندنا السكرين سيكشن او البوست ديفليكشن اكسلريشن سيكشن. ده بيتكون من هيليكس او حلزون في الفراغ. بعد كده بيجي الجزء بقى المهم بتاعنا، السكرين بتبقى عبارة عن فوسفور ومغطاة من جوه بحاجة اسمها اكوا داك، برضه هتتشرح كمان شوية. تمام. ارقام الفولت دي ممكن تكون مهمة ويسأل عليها. فاحنا عندنا ان السكرين متوصلة بموجب 12 كيلو، عندنا الانود التاني بيبقى متوصل بسالب 2 كيلو، الجريد بتبقى الجهد بتاعها من سالب 2000 لسالب 2050، و يعني بنقدر نتحكم ما بين القيمتين دول عشان نقدر نتحكم في الفلو بتاع الالكترونز او كمية التدفق بتاعتها. زي ما قلنا الكاثود بيبقى متوصل بسالب 2 كيلو، و6.3 دي للفيلمنت. طبعا الباور سبلاي هو اللي بيخرج كل الفولتات دي على حسب ايه ما انا عاوز. طيب هنيجي مثلا التريود سيكشن اللي هو عبارة عن كاثود وجريد وانود. الجريد دي بتبقى عبارة عن زي كوباية مخرومة من تحت من النيكل. تقريبا هي بتبقى واخدة جواها الكاثود او زي حاجة زي ايه بتغطيه. كاسوت برضو مصنوع من النيكل، بيبقى على شكل اسطوانة ومغطى بأكاسيت. المفروض الكاسوت ده عبارة عن ايه او هو ايه مهمته جوه الجهاز؟ ان هو بيحرر الكترونات من على السطح بتاعه لما يبقى متوصل بالفولت العالي ده النيجاتيف، ويتسخن فجأة بالفيلامنت. تمام. الجريد زي ما قلنا ان هي بتتحكم في الفلو بتاع الالكترونز، دي اللي هي مهمة كل حاجة جوه الجهاز. الانود سيكشن بيبقى عبارة عن 3 انود. الانود الاول بيبقى عبارة عن حاجة زي اسطوانة برضو، مفتوحة من ناحية واحدة ومقفولة من الناحية التانية. الانود الاول بيبقى جراوند، فجراوند زيرو والكاسود سالب 2000، فنقدر نقول ان الجراوند ده هايلي بوزيتيف جدا بالنسبه للكاسود. ده بيخلي ان الالكترونات
اكسلريتد بسرعة من خلال الفتحة بتاعة الجريد على الانود. بعد كده عندنا الفوكسنج سيكشن، ده اللي هو مثلا زي نقول عدسة الالكترونز، ده بيبقى عبارة عن الثلاثة انودز زي ما قلنا. مثلا ايه لو جينا هنا عشان نعرف كل واحد شكله ايه، دي خطوط الفيد او خطوط الجهد بمعنى اصح، لانه الكتريك مش ماجنتيك. الانود اللي في النص او الA2 بيبقى متوصل بسالب 2 كيلو. الانود اللي على الطرف سواء من هنا او هنا بيبقى جراوند، عشان كده تقدر تقول ان الجراوند هايلي بوزيتيف بالنسبة للكاثود اللي هو هنا برضو سالب 2 كيلو. تمام. بعد كده عندنا الديفليكشن سيكشن زي ما قلنا، ده اللي بيبقى عبارة عن هوريزونتال ديفليكتنج بليتس وفيرتيكال ديفليكتنج بليتس، وفي النص ما بينهم ايزوليشن شيلد. الايزوليشن شيلد ده عشان ما يخليش ان الالكترونات تلزق في بليت من الاتنين، لو الفولت عالي جدا عن مثلا الفرق ما بين الاتنين بليتس عالي، فممكن الالكترونات تلزق في البليت نفسها وما تمشيش كبيم زي ما احنا عاوزين عشان لحد ما توصل للشاشة. ممكن نقول ان ال deflection section او ال horizontal نفسه، مثلا هنا نرجع تاني للرسمة، هنا ال vertical الاول. تمام. ال vertical دي بتبقى متوصلة بالفولت نفسه بتاعي او ال input، اما ال horizontal بتبقى عبارة عن حاجة انا اللي بتحكم فيها اسمها رامب. طيب انا بجيب الرامب ده منين؟ بجيبه من اوتوماتيك تايم بيز وهنشرحها كمان شوية. زي ما قلنا مهمة الايزوليشن شيلد ان هو يعزل ما بين الاتنين، عشان لو الالكترونات مايلة قوي ناحية البليت اللي فوق مثلا ما تلزقش فيه وتكمل كبيم زي ما هي لحد ما توصل للشاشة. بعد كده هناخد الجزء الاخير ده بوست ديفليكشن اكسلريشن. انت دي بتشرح اللي هو ازاي الفولت بيخلي البيم نفسه يميل ناحية فوق أو تحت، دي deflecting plates اللي هي ال vertical. السكرين أو ال boost deflection دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن فوسفور ماتيريال، يعني زي سطح فوسفور لما الإلكترون بيخبط فيه بينور. ليه؟ ان السطح نفسه بيكتسب طاقة وبيطلع على مستوى طاقة اعلى وبيطلع لايت وحوار كده، يعني مش مهتمين قوي بالموضوع ده قد مهتمين ان هو اول ما البيم ده بيخبط في جزء من الشاشة، الشاشة دي في الجزء ده من الشاشة بينور. تمام. طب دلوقتي انا عمال البيم مستمر، البيم ما بيقفش، طب هتلاقي حاجات كتير شغالة، الالكترونز عمالة تروح. طيب انا خلاص يعني نورت الجزء ده ومش عايزه تاني، انا عايز انور جزء تاني في الشاشة. طيب اعمل ايه؟ المفروض بحط اكوا داج. الاكوا داج دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن تبقى غطا من جوه السكرين بتسرب الالكترونات الزيادة اللي انا مش عاوزها بعد ما خلاص يعني عملت المهمة بتاعتها ونورت الجزء اللي انا عاوزه. طيب الجلو او كمية الضوء اللي بتبقى في الشاشة او حتى لون الضوء، يعني مثلا انا هرسم خط احمر او هرسم خط ازرق او ايا كان، دي بتبقى متوقفة على الطول الموجي للالكترون نفسه او مستوى الطاقة اللي هيطلع له. دي برضو مش مهمة عندنا قوي. طيب انا بتحكم في البرايتنس بتاع الشاشة ازاي؟ بتبقى بتبقى زي اللي هو يعني سمك البيم نفسه بتاع الالكترونز اللي ماشي، ده بيحدد البرايتنس اللي هيظهر بيه النقطة او الخط على الشاشة. طيب ده اتحكم فيه ازاي؟ هنرجع تاني لاول سيكشن احنا اشتغلنا فيه، جريد. جريد زي ما قلنا السمك بتاعها او الفولت اللي هيبقى متركب عليها هو ده اللي بيتحكم في الفلو بتاع الالكترونز، وبالتالي بيتحكم في البرايتنس بتاع الشاشة. ديفليكشن امبليفايرز
دي زي ما قلنا ان لا ما قلناش دي ثانية، دي مش عندنا، بس هي دي بتكون جزء برضو من ال من السي ار او ككل، وهنشوفها في كبلوك دايجرام، لكن هي كشرح مش عندنا. طيب نشوف اللي بعدها، الويف فورم ديسبلاي. ازاي الموجة او الخط او ايا كان اللي انا عاوزه يظهر على الشاشة، او بيظهر ازاي، دي هنوصل لها كمان شوية، ممكن نأجلها مثلا ونرجع لها تاني. تمام، دلوقتي انا بس مش مهتم بالمسائل قوي قد ما عايز اجمع بس السي ار او ككل متكون من ايه، وبعد كده هنرجع للحاجات اللي احنا سيبناها. الاستوسكوب تايم بيس. تايم بيس بقى بتتكون من ايه؟ بتتكون من كذا حاجة. تعال نشوف مثلا البلوك دياجرام بتاعها كامل، بعد كده برضو ايه نرجع للحاجة حاجة. ده مثلا الاستوسكوب تايم بيس او اوتوماتيك تايم بيس كاملة. تمام، يعني ناخد بقى مثلا ايه جزء جزء فيها كده. اول حاجة زي ما قلنا دي الشانلز او الحاجات اللي انا بركب عليها. مثلا لو انا هاخد الحاجة عندي السيجنال اللي انا داخل عندي اللي هي S1 دي، هاخدها مثلا من على تشانل B او تشانل A او من الشانل اكسترنال، اصلا انا مش حاططها في الجهاز او مش عامل لها حساب في الجهاز. تمام، السيجنال دي هتخش على تريجر امبليفاير. التريجر امبليفاير ده بيعمل ايه؟ بيكبر السيجنال جدا، هي مثلا بتبقى داخله ساين زي ما هي كده، ده دي السيجنال الاصليه بتاعتي، فهيخرجها على حاجتين، موجب وسالب. دي اللي هي الامبليفاير بيبقى فيه منه نوعين، انفرتنج ونون انفرتنج. الانفرتنج اللي هو اي جزء سالب بيحوله موجب، والموجب بيبقى سالب. النون انفرتنج بيسيب الحاجه زي ما هي، بس بيعمل نفس مهمه الامبليفاير. مهمه الامبليفاير بتاعي اللي هو التريجر بيعمل ايه؟ بيكبر السيجنال جدا. لو الساين مثلا انا جيت كبرتها جدا وجيت قصتها فجأة عند نفس الامبليتيود، ده هحس ان هي سكوير مش ساين. فانا كده عندي الحاجتين اهم، النون انفرتنج والانفرتنج، اهو 0 1 و 0 2. طيب انا هشتغل مثلا خدت السيجنال بتاعي على الواحد اللي هي نون انفرتنج. طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هدخلها على شميت. شميت تريجر ده بيعمل ايه؟ بيحولها سكوير كاملة، يعني ما بتبقاش مجرد بس شكلها سكوير. ليه؟ لان هنا هي ما بت الرايزنج ايدج او الفولينج ايدج مش في نو تايم، بتاخد وقت. طيب انا عاوزها بيرفكت قوي سكوير جدا، بعمل ايه؟ بدخلها على الشميت، بتخرج بالشكل ده. بعد كده ادخلها على حاجه اسمها ديفرنشيتور سيركت، هتعمل لي شكل سبايكس. سبايكس يعني ايه؟ هو بيفاضل الموجه اللي عندي، يبقى هيطلع سبايك لفوق او في الموجب عند الرايزنج ايدج، وهيطلع سبايك لتحت عند الفولنج ايدج. تمام، بعد كده هتعدي على كليبر. الكليبر ده بيعمل ايه؟ الكليبر ده بوزيتيف، يعني هيقص الجزء اللي فوق، اي حاجة فوق الصفر بيقصها. تمام، بعد كده هندخله على الهولد اوف سيركت. طيب الهولد اوف سيركت دي بتعمل ايه؟ الهولد اوف سيركت بتشيل ريموف ان وونتد سبايكس. تمام، بعد كده عندنا هتعدي بعد كده على سويب جنريتور. السويب جنريتور بيخليها بالشكل ده، بيخلي السبايك او النيجاتيف سبايكس بيحولها على شكل رامب او سوتوس. بعد كده عندنا حاجة اسمها بلانكينج. بلانكينج دي اللي هي زي يعني ايه مرحلة النهاية بتاعت الاوتوماتيك تايم بيز، هتاخد من اللي حصل ده كله بقى بعد ما حولتها لسوتوس، هياخدها على الجريد بتاعت السي ار تي او الكاثود ري تيوب. تمام، طب تيجي نكمل مثلا الرسمة بتاعتنا. هنا الشكل ده برضو عبارة عن جزء من السي ار او. الامبليفاير ده وان هوريزونتال ديفليكشن امبليفاير، وده فيرتيكال ديفليكشن امبليفاير. الاثنين دول احنا ما درسناش هما بيعملوا ايه قوي، بس هما عندنا برضو كبلوك دياجرام،
وما بينهم المفروض ديفليكتنج بليتس سواء هوريزونتال او فيرتيكال، نفس اللي موجودين في السي ار تي. تمام، ده شرح اللي احنا قلناه. دي الحتة مثلا بتاعت الهولد اوف سيركت. الصح ايه؟ ان هو بيرموف وانتد سبايكس عشان يرسم سيجنالز اقل، عشان تبقى السيجنال اوضح عندي، مش يرسم اكبر عدد، لا يرسم اقل. ليه انا مثلا عند كل نيجاتيف سبايك هقول للجهاز بتاعي ريسيت وابدا من الاول، ارسم موجة جديدة، انت هنا وصلت للصفر خلاص. لا انا مش عاوز يعمل كده كل شوية. طب هو ممكن مثلا لسه ما كملش الموجة، او الفريكوانسي بتاعي مثلا كبير او صغير جدا، لدرجة ان هو ما بيكملش الموجة وبيبدأ يرجع للصفر عشان يرسم تاني، لانه خلاص وصل للسبايك. هو عارف ان السبايك دي هيوصل عندها، خلاص ابدأ الموجة من الاول، انت مالكش دعوة باللي فات، مش مهم انت وصلت لايه. فاحنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين نشيل السبايكس اللي في النص دي عشان نرسم الموجة كاملة، او نرسم الموجة بتاعتنا بأوضح شكل. تمام. ده التريجرنج امبليفاير زي ما قلنا، اللي هو بيكبر حاجة جدا، بعد كده بيبدأ يقصها. دي انواع الاستوسكوب. طيب هو كده خلص الاستوسكوب على بعضه. تمام، نيجي احنا بقى اللي هو يعني الاستوسكوب ده عبارة عن ايه. احنا كده درسنا كل حاجة فيه لوحدها، بس عاوزين نعرف الاستوسكوب كامل كده بيتكون من ايه. ده السؤال مثلا اللي جه في الميد تيرم، بيقول لك ارسم لي البلوك دياجرام كامل للسي ار او او كاثود ري اوسيلوسكوب واشرحه. تمام، احنا هنرجع تاني للسويب جنريتور، هي هنا جزء من السؤال فاحنا مش هنجاوب عليه لان احنا كده كده لسه مشرحناهوش، بس هنحاول نوضح بس ببساطة كده الجهاز على بعضه بيعمل ايه. ده البلوك دياجرام كامل بتاع الاوسيلوسكوب. اول حاجة الانبوت سيجنال بتخش من هنا، بتعدي على فيرتيكال امبليفاير، بعد كده بتعدي على حاجة اسمها ديلي لاين. برضو هندرس كل حاجة لوحدها دلوقتي، يعني محدش يقلق بس ان احنا بنقول اسامي غريبة. الديلي لاين ده بيطلع منه 2 سيجنال بيخشوا على الفيرتيكال ديفليكشن بليتس. دي كده من الانبوت، يعني الديلي لاين. الديلي لاين المفروض اللي هو بيطلع مثلا واحد منهم بيكون جراوند، والتاني بيكون السيجنال بتاعتي طبعا بعد ما بقت امبليفايد. زي ما قلنا بقى بيعمل الكترون جان وبيعدي والدنيا بتمشي معانا في السي ار تي. تمام، اول ما بتخرج برضو السي ار تي متوصل على، بص هي الرسمة مش ماشية كده، دي مش دايرة، دي بلوك دايجرام. يعني ايه؟ ادي الانبوت سيجنال دخلت اتكبرت، الانبوت سيجنال برضو هتخش على التريجر سيركت. يعني الانبوت سيجنال دي انا خدت منها سلكتين كده، ادي سلكه دخلتها على الديلي لاين، الديلي لاين طلعت منه سلكتين، الاتنين راحوا على الفيرتيكال ديفليكشن بليتس. انا عندي السي ار تي او زي ما بقول كده الكشاف بتاعي اهو، انا موصل عليه كذا حاجه. اول حاجه انا هاخد انبوت سيجنال بعد ما عدت على الفيرتيكال امبليفاير وعلى الديلي لاين، هحطهم على الفيرتيكال ديفليكشن بليتس. بعد كده هاخد برضو الانبوت سيجنال بعد ما عديتها على الفيرتيكال امبليفاير، هدخلها على التريجر سيركت. التريجر سيركت زي ما قلنا ان هي بتعمل امبليفاين جدا، بعد كده بتبدأ تقص، فالشيء بتاعي يبان كأنه سكوير. بعد كده هدخله على التايم بيز زي ما قلنا، شرحنا البلوك بتاعها، تطلع في الاخر على شكل سوتوس او رامب. الرامب دي هدخلها على هوريزونتال امبليفاير، بعد كده الهوريزونتال امبليفاير هدخله على الهوريزونتال ديفليكشن بليتس. يبقى احنا كده فهمنا الفيرتيكال امبليفاير بيعمل ايه والهوريزونتال امبليفاير بيعمل ايه، وهيشرحه برضو، هنشرحهم برضو تحت. تمام، طبعا عندنا السبلاي ده اللي هو بتاع السي ار تي، اللي عشان يطلع السالب 2 كيلو
2050 فولت اللي على على الجريد، والسالب 2 كيلو برضو اللي على على الانود اللي في النص، يعني جوه كل ده جوه الالكترون جان هنا. يعني السبلايز دي كلها المفروض ايه بتطلع من سبلاي ايه، كل الفولت دي كلها بتطلع من ايه، من سبلاي واحد، وفي سبلاي تاني لباقي السيركت اللي عندنا في البلوك. تمام، يبقى كده لو هنلخصهم مثلا كنقط، هو بيتكون من ايه، من كاثود ري تيوب، فيرتيكال امبليفاير وديلي لاين، تايم بيز جنريتور، هوريزونتال امبليفاير، تريجر سيركت، وباور سبلاي. باور سبلاي عشان يعمل لي ايه كل الفولتج اللي انا محتاجها. طيب هنيجي نشرح مثلا كل واحد لوحده. كاثود ري تيوب هي بتبقى عبارة عن ايه، قلب الاسوسكوب نفسه. لما الالكترونز بتتأمد او بيحصل لها اميشن بالالكترون جان، وشرحنا طبعا كل حاجة في الالكترون جان جوه، بتخبط في السكرين اللي هي معمولة من الفوسفور، وبيطلع لي ايه السيجنال على الشاشة. بعد كده عندي الفيرتيكال امبليفاير، ده بيعمل ايه، بياخد الانبوت سيجنال بيكبرها. بس دي كل مهمته، ان هو بياخد الانبوت سيجنال ويكبرها. طيب او ايه، طب ايه مميزاته، يعني ليه سميته حاجه كده، اللي هو يعني ما انا ممكن اجي احط اي امبليفاير قبل الجهاز وخلاص. لا، ده له خاصيه معينه، وايد باند امبليفاير، يعني الباند بتاعه كبير، دي حاجه في الباند ويدث وحاجات كده، يعني برضو مش مهمه عندنا، يعني دي شغل السيركت. او الديلي لاين، الديلي لاين بيعمل ايه، ده بيحاول يأخر السيجنال بجزء من الوقت جوه الفيرتيكال سيكشن. يعني ايه، لو انا عندي الجهاز لسه ما اشتغلش بس انا حطيت الانبوت سيجنال، هتفضل توصل على الجهاز. طيب في كده جزء من السيجنال عمال يضيع، انا لسه ما رسمتوش، يعني الجهاز بياخد وقته على ما يشتغل، او على الالكترون جان تبدا تعمل اميشن. لا، انا بحط الديلي لاين في النص بعد ما حطيت الفيرتيكال امبليفاير، عملت امبليفاينج بيه. لا، بحط الديلي لاين قبل ما تدخل على الـ على الفيرتيكال ديفليكتنج بليت على طول، عشان يستنى اول ما الالكترون اميشن يشتغل، هو يروح معدي السيجنال بتاعتي، يبقى مفيش جزء من السيجنال في الاول يضيع وخلاص. تمام، دي مهمته. السويب جنريتور ده عبارة عن ترانزستور بيعمل سويب، سويب زي ما قلنا اللي هي اسمها سوتوس او الرامب جنريتور. ده بيبقى عبارة عن جزء جوه التايم بيز سيركت، وشرحنا التايم بيز بس لسه هنشرح السويب جنريتور بالتفصيل دلوقتي. بعد ما الرامب دي بتتعمل، بتخش على الهوريزونتال ديفليكتنج بليتس، تبقى على شكل سوتوز. الهوريزونتال امبليفاير بيعمل ايه، قبل ما تخش السوتوز دي بقى على الـ على الـ على الهوريزونتال ديفليكتنج بليتس، بتتعدى على امبليفاير برضو. ده ما لوش خاصية معينة، او ما حدش قال عليه خاصية معينة، واحنا ما درسناهوش برضو، فيعني ممكن تكتب هو امبليفاير وخلاص، بيكبر السيجنال اللي خرجت من التايم بيز على شكل ثو توس. تريجر سيركت زي ما قلنا، دي بتبقى برضو جزء جوه جوه الجهاز بتاعي قبل التايم بيز، عشان تعمل ايه، عشان تكبر جدا، بعد كده تبدأ تقص فالشكل يقرب قوي السكوير، بعد كده ايه بدخلها التايم بيز. بار سبلاي طبعا زي ما قلنا ان هو بيطلع لي كل السي ار تي. دي خلاصة الكلام اللي فوق، اللي هو شرح ال7 حاجات او ال7 مكونات بتوع الجهاز. طيب الفانكشننج بتاعته او الوظيفة بتاعته شغال ازاي، زي ما قلنا كاثود راي بيم اوف الكترونز اميتد، لما نسخن الكاثود بالفيلامنت، بعد كده بتبدأ تروح على الفلورسنت، على الفلورسنت سكرين. طبعا زي ما قلنا ازاي بنحكم في الانتنستي او البرايتنس بالجريد، وفي طبعا الانود اللي بيعمل اكسلريتنج للبيم، دول كلهم عبارة عن الكترون جان زي ما قلنا. بعد كده عندنا الالكترون بيم،
بيمشي جوه ال جوه الفاكيوم يعتبر، يعني التيوب دي جواها فاكيوم، مفيش حاجة جواها ولا هواء ولا أي غاز تاني، فاكيوم فراغ. لما بتمشي لما بيمشي البيم ده بعد بعد الالكترون جن، فمفيش حاجة تأثر عليه، يعني هو هيفضل ماشي في الفراغ. المفروض لازم في حاجة تعمل له اكسلريتنج، فاحنا قلنا ان الانود بيعمل اكسلريتنج، بس اول ما يخرج من الالكترون جن هيخرج بسرعة معينة ويفضل ماشي. يبقى لو مفيش ديفليكتنج بليتس سواء هوريزونتال او فيرتيكال، هيفضل البيم على نقطة الصفر على طول، واصل بالميدل بتاع السكرين، بس هو عبارة عن نقطة في نص الشاشة بالظبط. طيب انا عاوز، لا انا عاوز ارسم مثلا خط، عاوز ارسم ساين ويف، عاوز ارسم اي حاجة تانية. بتحكم في ده ازاي؟ عبارة عن ايه؟ انا الديفليكتنج بليتس بتاعتي، الديفليكتنج بليتس عبارة عن واحد بياخد من الانبوت سيجنال، والتاني عبارة عن حاجة جاهزة انا اللي بعملها اسمها رام جنريتور. الكومبينيشن بتاعتهم هما الاتنين بتسمح لي ان انا اخلي البيم يوصل على اي جزء من الشاشة اللي انا عاوزه. زي ما قلنا ان الفوسفور بيبقى اكسايتد بالالكترونز دي، وبيطلع مستوى طاقة اعلى وبينور الشاشة. السويب جنريتور تاني ده بيعمل ايه؟ لينير ديفليكشن، او اللي هو الافقي بتاع الجهاز. يعني مثلا انا برسم عندي الانبوت بتاعتي ساين، فانا عايز الساين مش تفضل ترسم في نفس المكان، يعني هو ما يرسمش سيجنال ويرجع يبدأ تاني من الصفر يرسم نفس السيجنال، لا انا عاوز اللي هو تمشي كأنها يعني كده، اللي هو تفضل ماشية كأنها مستمرة ما بتقفش. دي وظيفة الايه؟ الرام بتاعي، ان هو بعد كل ما يخلص سايكل كاملة من الرام بيبدأ يرسم اللي بعدها، يبدأ يرسم اللي بعدها وهكذا. ده برضو تلخيص للكلام ده. وزي ما قلنا الاكوا داج بتعمل تسريب الالكترونات الزايدة اللي عندي. ده شرح السويب جنريتور، نرجع له تاني من الجهاز، من المرجع. بعد كده نبدأ ناخد أنواع الأسيسكوبس، هما تلاتة: هوريزونتال سويب جنريتور. تمام، هنا عندي السويب جنريتور مهمته ايه؟ ان هو يطلع لي شكل الرامب، الرامب دي، بس الرامب هنا مش مثالية. طيب هنظبطها، بس الأول نفهم الرامب دي بتيجي ازاي. عندنا في الأول ترانزستور. طب الترانزستور ده جايله في سي سي بتاعه كونستانت كارنت، يعني أنا مش بوقف على فولت معين، لأ أنا عندي كونستانت كارنت، ماليش دعوة الفولت بتاعي ايه، أو كمية أو أرقام المقاومات ايه. تمام. طبعا التيار بتاع البيز بيبقى صغير جدا، فانا ممكن اهمله، فانا بقول ان التيار اللي داخل هنا هو نفس التيار اللي خرج هنا. تمام، التيار ده بيعدي هنا، فهيلاقي مثلا كذا كاباستور، الكاباستورز دول عشان الرينج او التايم بير ديفيجن بتاعي، فانا مثلا شغال على الكاباستور ده اللي في النص. طالما ده متوصل هيلاقي الكاباستور فاضي او معلوش شحنه، فهيبدا يشحن في الكابستور. التيار كله دخل على الكابستور، او طبعا الكابستور بيشحن فولت مش تيار، بس الترانزستور هنا اوف. ليه؟ الترانزستور مستني يوصل له من هنا موجب، لكن اللي بيوصل له سالب. اللي بيوصل له سالب ليه؟ لان مفيش حاجه بتوصل من هنا. طب نيجي نكمل الرسمة معانا. اللي بيوصل من هنا يبقى يعتبر سالب. ليه؟ لأن هو زيرو، يعني أو مش أكبر من 7 من 10. إن احنا شغالين معظم الترانزستور بتاعتنا أو الأمبليفايرز بتاعتنا من مادة السيركون، فالزيرو يعتبر سالب. طيب ده سالب وده سالب، الاتنين سالب، يبقى اللي هيطلع من هنا سالب، يبقى ده مستني حاجة بوزيتيف توصل له عشان يبدأ يحول هنا لبوزيتيف،
ويبدأ يشغل الترانزستور. يبقى عندنا اول ما الكباستور ده يخلص شحن بتاعه مش هيلاقي حاجة يروح لها. طيب التيار هيمشي هنا، التيار ده هيبقى بوزيتيف، دي هتبقى بوزيتيف، والناتج بتاعهم هيبقى بوزيتيف برضه. لما ده يبقى بوزيتيف الترانزستور هيبقى اون، فزي ما قلنا هيعمل تقريبا شورت سيركت والكباستور يبدأ يفرغ. يبقى هنا مثلا في التي دي، التي كابيتال، الكباستور بيبدأ يشحن، بيشحن ببطء. تمام. بعد كده هيبدأ اول ما الكباستور يخلص شحن والامبليفاير يعكس الاشارة بتاعته والترانزستور يشتغل شورت سيركت. طيب هيقعد يفرغ في المقاومات اللي موجودة عندي R6 وR5، تمام، وR4 برضو يفرغ، بس مش هيفرغ في نو تايم، هياخد وقت قصير، حتى لو قصير بس هياخد وقت. دي فايدة السويب جنريتور بتاعي. طيب السيركت دي اسمها شميت تريجر سيركت، ده نون انفرتنج امبليفاير. تمام. طبعا في شوية قوانين للمسائل، احنا بس مش عاوزين نخش اوي في حوار المسائل، احنا عاوزين بس نفهم الجهاز نفسه بيشتغل ازاي. القوانين هنا بسيطة ومش محتاجة اي حاجة. شرحنا التايم بيز، هنخش بقى على شكل او انواع الاسيوسكوب. انواع الاسيوسكوب بتبقى او المتعارف عليه دلوقتي والمستخدم في معظم المعامل بتبقى، او حتى اللي عندنا في المعمل بتاع الكلية، بيبقى عبارة عن بيظهر، ممكن تظهر عليه 2 سيجنال في نفس الوقت. طيب ده بيحصل ازاي؟ ممكن تعمل كده بكذا طريقة، او في كذا نوع للسي ار او عشان تقدر تعمل كده. اسمهم الدوال تريس اسيوسكوب، اللي هو تقدر تظهر عليهم موجتين مش موجة واحدة. ده أول واحد بيبقى فيه 2 إلكترون جان كاملين، يعني يعتبر إن أنا بحط تيوب وبحط تيوب تانية جنبها، يعني بحط بدمج 2 تيوب مع بعض، مش مجرد إن أنا بس بستغل البيم كذا مرة، لأ أنا بعمل 2 بيم، كل واحد بيشتغل لكل سيجنال لوحدها. ده البلوك دايجرام بتاعه بقى عبارة عن ايه، ان انا بحط ال vertical deflection amplifier او ال على ال channel A او ال input signal الاول بتاعي، هيعدي على ال vertical amplifier، بعد كده هيخش على ال channel A deflection plates، ادي ال vertical بتوعه، الاتنين ال vertical بتوعه، وده برضو نفس الكلام عنده 2 vertical، بس هيبقى في واحدة بس horizontal للاتنين. تمام. بعد كده الهوريزونتال هيخلص ويعدي على الهوريزونتال ده جاي منين، او السيجنال اللي شغال عليه جاي منين، جاي من هوريزونتال امبليفاير. الهوريزونتال امبليفاير بياخد السيجنال بتاعته، واحده من الجراوند زي ما قلنا، والتانية بتبقى من التايم بيز. التايم بيز برضو جايه من التريجر سيركت، والتريجر سيركت دي بتاخد من الفيرتيكال امبليفاير، بعد ما الانبوت بتعدي على الفيرتيكال امبليفاير. الشكل ده لو بس نسيته، الشكل اهو زي ما قلنا اهو، التريجر سيركت بتاخد من الفيرتيكال امبليفاير الانبوت سيجنال داخل على الفيرتيكال امبليفاير، فالفيرتيكال امبليفاير هتطلع منها سلكتين، واحدة رايحة على التريجر سيركت. التريجر سيركت هتعمل هتكبر جدا وبعد كده هتبدأ تقص، فيبان الشكل سكوير بس مش قوي. فانا عاوز اطلع شكل رامب، هدخلها على التايم بيز جنريتور اللي جواه سويب جنريتور، هطلع لي شكل الرامب. الرامب هكبرها بهوريزونتال امبليفاير، بعد كده احطهم على هوريزونتال ديفليكتنج بليتس، والسلكه التانية من الفيرتيكال امبليفاير بتروح على الديلي لاين. الديلي لاين هيستنى الوقت لما الالكترون جان يشتغل، بعد كده يبدأ يمشي ايه للفيرتيكال ديفليكتنج بليتس بس، والالكترون بيم بتاعي بيوصل لحد الشاشة. نرجع تاني،
ده الشكل التاني بتاعنا او النوع التاني من الاسوسكوب ده، والتريس اسوسكوب ان انا اعتبر بدمج الالكترون جان في بعض. يعني انا مش بحتاج اعمل اتنين الكترون جان كاملين او اتنين، او بحط اتنين ديفليكتنج بليدز الفيرتيكال يعني، لا انا عندي مثلا التشانل اهي، تشانل ايه وتشانل بي، الطرف التاني من الامبليفاير بيتحط عليه دي سي شيفت مش جراوند زي التاني، تمام. هنا بيعدوا على الكترونيك سويتشنج سيركت. يعني ايه؟ يعني بيشغل ده مرة ويشغل ده مرة. طبعا هنفهم اللي هو ازاي يشغل الاتنين مع بعض او ازاي يشغلهم بالتبادل. بعد كده السيجنال اللي طالعه بقى من الاتنين مع بعض هتروح لي على الفيرتيكال ديفليكشن امبليفاير، هيكون عندي فيرتيكال ديفليكتنج بليتس واحد بس مش اتنين زي اللي فوق، وهوريزونتال ديفليكشن امبليفاير برضو هيروح على الهوريزونتال ديفليكتنج بليتس، ودول هيطلعوا لي السيجنال بتاعتي على السكرين، تمام. طيب انا عندي طريقتين عشان اقدر اعمل سويتشنج سيركت، في طريقه اسمها الالترنيتنج مود وطريقه اسمها السويتشنج التشوب مود. الالترنيتنج او الالترنيت دوال تريس ديسبلاي مود بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا عندي الرامب، انا ماليش دعوه بالفريكوانسي او او بالتايم اللي بتاخده الويف يعني او سايكل واحده من اي تشانل فيهم، لا انا ليا دعوه بالسايكل بتاعت الرامب. سايكل واحده من الرامب عدت فانا شغال على تشانل ايه فيها، هرسم تشانل ايه طول ما السايكل ايه بتاعت التايم بيس شغال. السايكل بتاعت التايم بيس خلصت حتى لو الموجه بتاعتي ما خلصتش ببدا ارسم في التانيه، حتى ما خلصتش بس التايم بيس السايكل بتاعتها خلصت ببدا برجع تاني ايه للتشانل ايه، وهكذا برسم الاشكال فبالتناوب ومع السرعه، لان طبعا الكلام ده بيحصل في اقل من ملي سكند وكده، فانت هتحس او مش هتلاحظ ان هما بيتقطعوا، لا هتحس ان هي موجه كامله مرسومه عندك، تمام. طيب ايه مشكلته او انا ليه دورت على حل ثاني اللي هو تشوب مود ده؟ ايه مشكلته؟ ان هو لو عندي الفريكوانسي بتاعي عالي جدا بيبقى شغال زي الفل، ليه؟ السايكل بتاعتي او عدد السايكلز اللي هيتم خلال الرامبة الواحدة هيبقى كبير، فانا مش هحس باللي بيحصل، انا احس ان الموجة مستمرة وخلاص. طيب لو انا عندي الفريكوانسي قليل جدا يبقى الجزء من الموجة اللي هيرسمه خلال السايكل بتاع الرام هيكون صغير جدا، فانا هتحس ان الموجة معايا ماشية متقطعة مش ماشية كاملة بالشكل ده. طيب عشان كده ده رحت دورت على تشوب مود. التشوب مود ده بيشتغل بطريقة تانية، هو برضو بيشتغل بطريقة الالترنيتنج، يعني اللي هو بيشغل ده شوية بيشغل ده شوية، بس ما بيشتغلش على حسب السايكل بتاعت الرام، لا هو بيعمل حاجة تانية، بيعمل زمن معين ليه على حسب سكوير ويف، بعد كده بيبدأ او مثلا زي ما تقول بيقسم التايم بتاعه على كذا حاجة، على فترات متساوية، بعد كده بيرسم جزء من الموجة هنا وبيرجع يرسم تاني هنا وهكذا. طبعا التايم ده او التايم اللي بياخده في رسم جزء من الموجة بيكون صغير جدا مقارنة بالوقت بتاع السايكل الرامب اللي فوق، تمام. فدي بتبقى في اللو فريكوانسي بتبقى كويسة جدا. ليه؟ لأن الجابز اللي بتترسم هنا أنا عندي لو فريكوانسي يعني تايم عالي أو تايم بتاعي كبير، فلما أجي أرسم الموجة أرسم جزء هنا وجزء تحت، جزء هنا وجزء تحت وهكذا، افضل بالتناوب، فمع اللو فريكوانسي احس اصلا ان الجابز دي مش موجوده او الفراغات اللي في النص دي هنا او هنا مش موجوده، احس ان الموجه برضو بتاعتي ايه كامله، فانا على حسب الفريكوانسي بتاعي ببدا اشوف هشتغل باني نوع فيهم.
طبعا كل واحد له مسمى، ده زي ما قلنا التشوب مود، وده الالترنيتنج مود. السوسكوب كنترول دي حاجات سهلة وخدناها مثلا في المعمل بتاع التيست السنة اللي فاتت. أهم حاجات عندنا هنا مثلا في الهوريزونتال التايم بير ديفيجن، ودي اللي بنتحكم فيها عن طريق ودي اللي بتتحكم في الوقت بتاع الرام. دي بتبقى ايه زي ايه او جاية منين؟ السويب جنريتور دي بتتحكم في عدد او في الوقت بتاع كل مربع افقي، يعني او عرض كل مربع. البوزيشن دي بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة زي شيفت او ازاحة افقية للموجة بتاعتي. يعني انا مثلا عاوز ازيح الموجة بحيث انها تبدأ من الصفر مثلا عند بداية الخط عشان اقدر اقيس. حاجة زي بتسهل القراية، لكن هي حاجة فعليا جوه الدايرة؟ لا، هي يعني ما بتعملش حاجة جوه الدايرة، هي بس بتغير ممكن نقول مثلا هي بتغير حاجة بتاعت الجزء بتاع الديلي لاين او القيمة بتاعت الديلي لاين اللي عندها تبدأ السيجنال تشتغل. البوزيشن بتاع تشانل بي برضو نفس الكلام، بتاعنا الفيرتيكال هيبقى في تشانل اي او في تشانل بي نفس الكلام، دول بتوع الديلي لاين. دي ممكن نقول هي مش في الدايرة أصلا يعني، بس هي بتتحكم في الإزاحة الأفقية للموجة سواء لل A أو ل B. ودي الإزاحة الرئيسية، ودي عبارة زي ما قلنا إيه بتاعة الديلي لاين. الفولتس بير ديفيجن بتتحكم في عدد الفولتس أو لكل مربع أو لكل الطول، يعني مربع بالطول. دي طبعا زراير تانية مش مهمة، دول الاتنين اللي بحط فيهم البروبس، الفتحتين اللي بحط فيهم البروبس. ده الاكسترنال تريجر زي ما قلنا ان كان فيه في الاوتوماتيك تايم بيز. نرجع هنا تاني، تمام، ان احنا زي ما قلنا ممكن نحط سيجنال اكسترنال، يعني مش ولا تشانل ايه ولا تشانل بي، يعني انا عايز احط سيجنال تالتة عندي. نرجع تاني، تمام. دي الانتنستي، وزي ما قلنا دي بتتحكم في الفولت اللي على الجريد من 2000 ل 2000، من سالب 2000 لسالب 2050. الباور اون واوف للدايرة اصلا او للجهاز، مش عارف ده بيعمل ايه الحقيقة. الفوكس ده بيبقى عبارة عن بيتحكم في الفولت اللي على الانود اللي في النص A2. دي شوية زراير برضه عشان تساعدنا في حساب الفيس شيفت والحاجات اللي على الشاشة. ده شرح الكلام ده. آسف. ده ان احنا ازاي نحسب الفيس شيفت او الحاجات التانية، تايم بير ديفيجن والفولتس بير ديفيجن، دي اهم حاجة يعني لازم نخلي بالنا منها. هنخلي بالنا احنا شغالين على انهي رينج اصلا، يعني في هنا مثلا مايكرو سكند وميلي سكند، فلازم نبقى عارفين احنا شغالين على رينج ايه في الفولتس بير ديفيجن. برضو لازم نخلي بالنا في هنا فولت مثلا وميلي فولت، انا هنا شغال على الميلي فولت. ازاي نحسب الحاجات دي؟ بنعد عدد الشرط سواء رأسي او افقي، ونبدأ ايه نضرب في العدد اللي هو مديهولنا. يعني مثلا دي بتعبر عن الفولتس بير ديفيجن، او ممكن نقول عليها سنسيتيفيتي. ال 100 مللي فولت مثلا بير ديفيجن، وعندنا الرقم اما نيجي نعد الشرط تلاقيها عبارة عن 4 مربعات كبار وست شرط. هنا مثلا 3 شرط لفوق وثلاث شرط لتحت، و4 مربعات كاملين، يبقى 4.6. هتضربهم في 100 عشان تجيب البيك تو بيك بتاع شانل ايه او السيجنال الاولى بس، وهكذا. الطريقة دي سهلة طبعا، يعني كله بس ايه تحفظ القانون او تعرف تعوض ازاي في القانون. بس دي قوانين برضو، وده مثال تاني. ازاي تحسب البالس ويدث؟
والسبيس ويتس والبالس امبليتيود. البالس امبليتيود بيبقى اللي هو من 0% لحد 100% من السيجنال. يعني ايه دي؟ مش محتاجة حاجة، اللي هو الامبليتيود يعني من 0 لحد البيك بتاعتي او اعلى قيمة بيوصل لها. هنا بقى في فرق، اللي هو يعني او لازم نركز هنا في حاجتين، البالس ويتس والسبيس ويتس. البالس ويتس دي بتبقى عبارة عن ايه؟ اللي بتبدأ من 10% من ال لا سوري، الجزء اللي فيه بتبدأ من عند الرايزنج ايدج وبينتهي بالفولينج ايدج، يعني الجزء الموجب او الجزء اللي فوق الزيرو. السبيس ويتس بتبقى عكسها. الاتنين دول بتبقى عبارة عن بيبقوا عبارة عن تايم. فممكن نقول مثلا ان التي كابيتال او الزمن الدوري للسايكل الكاملة بيبقى عبارة عن مجموعهم هما الاتنين. الديلي تايم هو الوقت اللي بياخده عشان يوصل من 0% لحد 10% من السيجنال، دي لو هي مش سكوير بيرفكت، وده الطبيعي ان يكون عندنا السيجنال بتاعتنا مش بيرفكت قوي. فالديلي تايم هو الوقت اللي بياخده من ان هو يوصل من 0% لحد 10% من السيجنال. الرايز تايم اللي بياخده من 10% لحد 90%. الفول تايم بتبقى عكسها، من 90% لحد 10% تاني. تمام. دي طبعا لو جينا مثلا نعمل مثال على دي. الامبليتيود هو من 0 لحد 100%. هنعد مثلا عدد الشرط هنا او عدد المربعات، هتلاقي 1 2 3 4. والفولت سبليت ديفيجن بتساوي 2 فولت. انا شغال على السكيل في، مش ملي فولت، والرقم بتاعي 2، يبقى 2 فولت في عدد المربعات اللي هو 4 يبقى 8 فولت. يبقى لازم اخلي بالي من السكيل اللي انا شغال عليه واشوف انا عايز اعد ايه. يعني انا لو بعد فولت هعد الطول وهضرب في السكيل بتاع فولت سبليت ديفيجن. لو انا عايز اعد وقت او احسب وقت، سواء مثلا كانت تي كابيتال اللي هو الزمن الدولي او اي حاجه من الخمسه دول، بالس ويتس، سبيس ويتس، ديلي تايم او الرايز تايم او الفول تايم، لازم هعد الشرط او المربعات بالعرض وهضرب في السكيل بتاع تايم بير ديفيجن. البالس ديستورشن، زي ما قلنا ان السكوير بتاعتي ما بتبقاش بيرفكت قوي، يعني هي بتاخد وقت عقبال ما تطلع لل100%. الرايزنج ايدج ما بتبقاش في نو تايم. فهي دي البلس ديستورشن. انا بحاول اعمل زي بيرفكشن او بحاول اعالجها بكذا شكل. مثلا انا لو عندي الدي سي هنا كاملة على بعضها، يعني من غير اي حاجة، الانبوت داخل كده وهيعدي على المقاومة بتاعتي او اللود بتاعي، اللود جوه الجهاز اسف، هتطلع بالشكل ده كأنها سكوير. بس طبعا ده اللي ما بيحصلش في الحقيقة. النوع التاني عندي هاي فريكوانسي ديستورشن. يعني الديستورشن ده كان بتاع اللو فريكوانسي. بعمل ايه؟ بحط كابلنج كاباستور والار بتاعتي اسمها ار انبوت. طيب لو هاي فريكوانسي بعمل ايه؟ بحط كاباستور برضو، بس بيكون في فرق ما بين كاباستور. هنا بيكون اسمه انبوت كاباستنس، والار بتبقى اسمها ار اس او اسمها ايه، ار اس. طيب ده يعني الرموز دي عشان نقدر نحدد بس في المسألة او في الامتحان احنا هنشتغل ازاي. طيب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ الفرق في القانون، يعني الفرق كمصطلح في القانون، عشان بس اعرف احنا هنشتغل على ايه في الامتحان. هنا بتكون دي اسمها ار اس، وسي اي اللي هي كابستنس انبوت، ودي بتشتغل على الهاي فريكوانسي. اللو فريكوانسي بيكون اسمها كابلنج كاباستور وار انبوت.
هنا القانون بتاعها ايه؟ ان التاو بتاعتي هتكون حاصل ضرب الار انبوت في الكابل الكاباستور، والطبيعي ان عشان اتجنب الديستورشن ده لازم يكون البالس ويتس والسبيس ويتس بتوعي اقل من 1/10 او 1/10 في التاو بتاعتي. هنا بقى في الهاي فريكوانسي التاو او التايم رايزنج هيكون التايم رايزنج، لان التاو برضو بتساوي حاصل ضربهم زي ما هي ما بتتغيرش، لكن انا شغال على التايم رايزنج تي ار بتساوي 2.2 ار اس في سي انبوت. طيب عشان اتجنب الديستورشن ده لازم تكون البالس ويتس على الاقل اكبر من 10 في تي ار او. التي ار او بجيبها ازاي؟ من الايكويشن دي زي ما قلنا، اللي هي تي ار او تي ار او هما الاثنين نفس الرمز، تبقى عبارة عن 2.2 في ار اس في سي انبوت. طيب التي ار دي اللي هي اسمها ديسبلاي درايس تايم، ده اللي بيظهر عندي على الشاشة، بيبقى بيساوي جذر تي ار اي تربيع اللي هو الانبوت رايس تايم زائد تي ار او تربيع اللي هي الرايس تايم اللي احنا شغالين عليه. ممكن مثلا نقول ان الاو دي ام بترمز للاسوسكوب، يعني الرايس تايم باي اسوسكوب. تمام، يبقى كده ده قانون شغالين عليه. بنجيب التي ار او منين؟ من فوق، او ممكن مثلا ايه تي ار اي تكون عندي ومديني الار اس والسي اي، هجيب من هنا التي ار او وارجع ايه احطهم تحت، اربع كل واحده واجمعهم واحطهم تحت الجذر عشان اجيب ديسبلاي درايز تايم. يعني ده تقريبا يعني المسائل، هما قانونين مش مفهومش لعب كتير. بعد كده زي ما قلنا هنشتغل على الملحقات بتاعته، او يعني ايه غير الاسوسكوب، ايه عشان الجهاز بتاعي يبقى كامل. البروب لازم يكون فيه بروب، ده اللي هوصل منه السيجنال، او هوصل السيجنال بالجهاز بتاعي. البروب دي بتبقى عبارة عن كذا نوع، 1-to-1 بروب دي بتبقى بالشكل ده، الدايرة بتاعتها بالشكل ده. طبعا ده البروب اللي احنا شغالين عليه في المعمل، او ده معظم البروب اللي بيبقى مستخدم في المعامل بيبقى بالشكل ده. عندي هنا الجزء المهم بتاعي بيبقى عبارة عن كاباستنس بارل اسمها كوأكسير كيبل، دي بتبقى اللي هي الكيبل اللي جوه بتاعي. يعني طبعا بيبقى فيه ايزوليشن شيلد و بتاع ده ايزوليشن كيبل وحاجات تانية حواليه، بس ده الأساس بتاعي اللي هو الكوأكسيال كيبل ده. مثلا لو عايزين نعرفه كعملي، ده بيبقى عامل حاجة زي سلك الدش، وده القانون اللي أنا شغال عليه للوان تو وان بروب. طبعا هنا لو عايزين نحسب التوتال كاباستنس هنرجع للدايرة، يعني الموضوع مش محتاج قانون. اتنين بارلل يبقى هنجمعهم عشان نجيب التوتال كاباستنس. بس ده مثلا ايه القانون اللي شغالين بيه في المثال. ازاي تجيب الاكس الاكس سي 1/2 باي اف سي، قانون برضو سيركتس عادي مفيهوش اي مشكلة. انا عايز اوريكم بس ان المشكلة نفسها مش في قوانين المسائل، انت بس لو فاهم الجهاز شغال ازاي والدنيا دي. وكمان دكتور طارق ما بيركزش قوي على المسائل، هو بيحب الرسومات او البلوك دياجرامز عموما. في بعد كده عندي الاتنويتور بروبس، ممكن مثلا نقول على الاتنويتور بروبس دي اللي هي 10 تو 1. ليه؟ لان ده بيكون الفاكتور بتاعها، لان هي بتعمل اتنويت الانبوت سيجنال بتاعتي ما بتدخلهاش عاديه،
وده بيحتاج input impedance عالية أكبر من ال 1-to-1 اللي احنا شرحناه فوق. هنرجع بس يعني هنرجع للقوانين بس لما نشوف الدايرة. الدايرة بتبقى بالشكل ده، ده كاباستور variable متوصل مع مقاومة برية. بعد كده هما الاتنين معاهم كاباستور برل. الكاباستور اللي هنا هو برضو نفس الحاجة الأساسية اللي كنت شغال عليها، اللي هي اسمها كوأكسيال كيبل. وفي ايه خارج الأساس بتاعي، البروب بتاعي بيكون فيه كاباستور تاني ومقاومة برل. ممكن مثلا نبسط الدايرة اللي فوق للشكل ده، سواء عايز ترسمها كده او كده اللي انت شايفه اسهل لك عشان تقدر تحل بيه المسألة. ده الشكل العملي ليه. ادي مثلا القانون اللي احنا هنشتغل عليه، هيقول لك ان الار اي على ار واحد زائد ار انبوت. الار اي اللي هي بره البروب، والار واحد اللي هي بتبقى جوه البروب بارل مع الفاريبل كاباستور. الكلام ده هيقول لك ان الار واحد ممكن تبقى صغيرة جدا بالنسبة للار انبوت فممكن نلغيها. طيب دي طريقة عشان يعني لو جينا بصيتنا القانون هيبقى بالشكل ده، لو هنا ايه الحاجات الصغيرة اللي بنعملها. نرجع تاني للقوانين اللي فوق. لو جينا نشوف الدايرة، فاحنا عاوزين نحسب الفولت اللي على ال RI هيكون نفس الفولت اللي على الكاباستنس ده. الكاباستور ده هيكون نفس الفولت على الكاباستور ده عشان كلهم برالي. يبقى يساوي ال VS او السورس بتاعي اللي هو يعتبر ال input signal بتاعتي في ال RI على مجموع المقاومات، لان يعتبر كلهم برالي مع بعض. يعني ادي مثلا ايه اول واحدة ال RS وال R1 وال RI. قانون فولتج ديفايدر عادي، لما يكون ال ار اس صغيره جدا بالنسبه لل ار واحد ممكن نهملها، ان ال في اي تقريبا هتكون بتساوي ال في سورس في ال ار اي على ال ار واحد زائد ال ار اي. طيب ال ار واحد وال ار اي دول بيكون قيم ثابته للبروب، 1 ميجا وتسعة ميجا. طيب يبقى نقدر نقول ان ال VI بتساوي VS على 10، او بتساوي 1/10 VS. طيب لو انا جيت شلت المقاومات دي كلها واشتغلت بالكاباستورز بس، يبقى هجيبهم برضه على انهم 2 كاباستور بارل مع بعض، C1 C2. C1 ده ثانية، C2 انهي واحد فيهم؟ C2 هي عبارة عن الاتنين مع بعض، زي ما قلنا ان الاتنين دول بارل، فالتوتال بتاعهم او المكافئ بتاعهم بيبقى عبارة عن مجموعهم. فاحنا ممكن نشيل الاتنين دول مع بعض ونحط مكانهم C2. بعد كده هعمل الاتنين دول على انهم ايه، 2 سيريز، بعد ما شلنا المقاومة دي او اي مقاومة اصلا في الجهاز في البروب. يبقى اشتغل على 2 سيريز، يبقى ايه اعمل برضو فولتج ديفايدر. يبقى ال VI بتساوي VS في XC2 على XC1 زائد XC2. طيب هنيجي نفك كل الإكسات، يبقى عندنا القانون ده. هنطير الأوميجا ونطلع فوق والكلام ده، نظبط شغل رياضة.
في النهاية عندنا الشكل ده في اي بتساوي في اس على في اس في سي 1 على سي 2 زائد سي 1. يبقى ده القانون ده نستخدمه لو قال لنا الاكتنج الون كاباستور كاباستور اكتنج الون، والقانون ده هنستخدمه لو قال لي اشتغل على المقاومات. تمام، يبقى احنا عايزين نجيب مثال مثلا على الكلام ده. بيقول لي احسب سي 1. هنا لازم الاول نعرف نوع البروب اللي احنا شغالين عليه، عشان في برضه قوانين للوان تو وان بروب، فاحنا لازم ما نخشش المسألة كده وخلاص، لازم نكون عارفين نقرا الاول نوع البروب اللي احنا شغالين عليه عشان نقدر نحدد هنشتغل على انهي قوانين. هو عايز السي 1 لما يكون الانبوت كاباستنس اللي هي السي اي بتساوي 30، كوأكسيال كيبل كاباستنس بتساوي 100. ماشي، هتبقى سي 2 بتساوي مجموعهم زي ما قلنا لانهم الاتنين بارل، اللي هما الاتنين دول بشيلهم وحط مجموعهم عبارة عن كاباستنس كاباستور تاني سي 2. بعد كده هبدأ احسب سي 1 بتساوي سي 2 في ار اي على ار واحد من القانون ده، زي ما قلنا ان احنا لقينا الحاجات الصغيرة من هنا، لان حاجة صغيرة مجموعة على حاجة كبيرة قوي بنقدر نهمل الشيء الصغير اللي جنبه. بعد كده هو عايز احسب برضو الكاباستنس الكلية اللي هتتشاف من السورس. يبقى قلنا زي ما قلنا السي توتال بتساوي الاتنين مع بعض سيريز، السي 1 اللي انا جبتها او السي 1 اللي هو مديها لي والسي 2 اللي انا حسبتها. تمام، سي 2 انا حسبتها بواحد، السي 2 انا حسبتها ب 130 والسي 1 ب 14 و4 من 10. بجبت الاتنين مع بعض هعملهم بارل، هعملهم سيريز قصدي، يبقى انا كده اتجاه ايه السي توتال. مثال تاني، لو هو مديني 3 dB ريدكشن على سيجنال من سورس 600 اوم. تمام، هو بيقول لي اشتغل على نفس البرومب بتاع 9 9 المثال اللي قبله، يعني انا هاخد نفس القيمة بتاعت 13 اللي هي التوتال اللي انا حسبته، والار اس هتساوي اكس سي. طيب الحاجة التانية بقى بيقول لك حتة ان ال في از 3 dB بلو في اس او 3 dB ريدكشن. ايه معنى الجملة دي؟ معنى الجملة دي هو تفسير القانون اللي احنا يعني حيرانين فيه، ان هو لو قال لنا ان الانبوت بتاعنا هيبقى اقل من السورس ب 3 dB. انا مش عارف دي بي مش ديسيبل، اعتقد ديسيبل شدة ضوضاء ايا كان، يعني في دي جملة اتكررت في المسائل هنا وموجودة في الشيت، ان هو لو قال لنا الجملة دي نشتغل ان الاكس سي هتساوي ار اس. تمام، نرجع للمسألة بتاعتنا. يبقى طالما قال لنا كده يبقى هنشتغل ان الاكس سي بتساوي ار اس بتساوي 1/2 باي اف سي. طيب انا عايز الفريكوانسي، انا معايا الار اس هو مديها لي هنا في المثال، ومعايا السي هي السي توتال اللي جبتها من المثال اللي قبله، احط الاتنين في القانون نطلع القيمة. ده نوع تاني من التن تو وان بروب. طيب الدايرة بتاعته بتكون بالشكل ده. ايه الفرق ما بينها وما بين التانية؟ ان انا زودت variable capacitor هنا بس. تمام، هل في فرق تاني ما بينهم؟ لو فاكر هنرجع تاني دلوقتي، ان الكباستور اللي كان فوق برل مع المقاومة R1
كان فاريبل. لا انا خليته ثابت وحطيت الفاريبل هنا بدل مع الاثنين اللي تحت. تمام، هنحسب السي 2 من انهي معادلة؟ من 9 11. نرجع ل 9 11، نفس المعادلة اللي احنا شغالين بيها في التنت 1 اللي كان في الاول. تمام، بيقول لي هنا ان التوتال كاباستنس هتيجي من معادلة 9 10. فين معادلة 9 10؟ نرجع لها بالشكل ده. طيب انا عندي كذا كاباستور هنا، او عدد الكاباستورز هنا اكتر. تمام، هو هنا مش هيبقى اي معادلات، يبقى هو بنفس الشكل كده ان ال ممكن استخدم المعادلة دي بنفس الشكل، بس هزود عليها ان احنا عندنا سي 3. طيب السي 2 عبارة عن ايه؟ تتحسب من المعادلة دي. انا مش عارف هو ليه يعني معقد الكلام معاه الدنيا، يعني الدايرة ممكن لو احنا اشتغلناها سيركت هنطلع القيمة بتاعتها عادي، مش محتاجة أي تعيين. تمام، طيب بيقول لك هنا إن الكاباستنس والريزيستنس بيتغيروا من السوسكوب للتاني. الكاباستنس والريزيستنس اللي هما ايه؟ اللي هما الار اي والسي اي. ليه؟ لأن احنا عندنا الجزء ده كله تبع البروب، الجزء ده تبع السوسكوب، السوسكوب هو اللي بيتحكم في الكلام ده. انما البروب بتاعي طالما هو واحد اللي انا شغال بيه بتبقى القيم دي بتاعته معروفة. طيب يبقى انا عشان كده حطيت كاباستور variable. ليه؟ انا في ال 1 to 1 كانش فيه اي حاجة variable، كان الكاباستورز او المقاومات كلها fixed. طيب افرض انا مثلا عندي السوروسكوب ال RI وال CI بتوعه مختلفين، او بطريقة او يعني كبار جدا او صغيرين جدا بطريقة تضر لي البروب بتاعي او ما تطلعش قراية صح، لا يبقى انا لازم اعمل adjustment او تظبيط للبروب بتاعي من الكاباستور الفاريابل سواء في النوع ده او النوع اللي قبله عشان يقدر يطلع لي قيمة سليمة. طيب اظبط البروب ده ازاي؟ مع اول توصيلة معاه على الجهاز، يعني هو اول ما يتعرف على الجهاز تبدأ انت تظبط القيم لحد ما يطلع القراية بتاعتك صح، بعد كده هتقدر تستخدمه تاني من غير اي حاجة، هو بيتظبط مرة واحدة لكل جهاز. الحقيقة انا مش فاهم يعني دي ايه علاقتها بالموضوع يعني، بس هو بيقولك ان ال 10 to 1 بروب يعني انا دخلت عليها سكوير ده يعني. تمام، دي اللي هو ازاي انا اعمل ادجستمنت او كاليبريتنج للبروب بتاعي او للكاباستورز اللي جوه البروب. انا بحط مثلا سكوير ويف، انا عارف ان الشكل بتاعي او هطلعها مثلا، لو انا هطلعها من فانكشن جنريتور يبقى انا كده ضامن ان دي سكوير صح، مش انبوت سيجنال عاديه. ليه؟ الانبوت سيجنال ممكن تكون مثلا في اي غلط في الدايره او ايا كان، لا انا بعمل مثلا في فانكشن جنريتور احطها اظبطها على سكوير وبفضل اعدل في قيمه الكاباستور لحد ما يظبط معايا يطلع الشكل صح. يبقى كده مثلا دي لو هو الاتنويشن قليل قوي، ودي لو انا عليت الاتنويشن، ده كده الكاليبريتنج او الادجستمنت الصح بتاعي عشان يطلع السيجنال بتاعتي بالشكل الصحيح. الاكتيف بروبس دي مش عليها دايرة وما عليهاش قوانين. ثانية هنا، عليها قوانين. الاكتيف بروبس هي عبارة عن الكترونيك امبليفاير، مش شغل يعني، بتبقى عبارة عن زي اي سي انتجريتد سيركت كاملة.
increase the probe input resistance and minimize input capacitance. typical active probe بتستخدم الفت. الفت ده اللي احنا يعني المفروض استخدمناه من غير ما ناخده وتقريبا احنا لسه لحد دلوقتي مش فاهمين هو بيعمل ايه، بس برضه بنستخدمه معانا في المنهج عادي مفيش اي مشاكل. طبعا احنا دلوقتي يعني مش فاضيين ان احنا نشرح الفيت بيعمل ايه، بس هو عبارة عن ترانزستور، نوع من الترانزستورز. تمام. السيركت بتتوصل على السيركت بتتوصل عشان تشتغل كفولتج فولور. بعد كده بتبدأ الجين بتاعها بيكون 1، يعني مثلا الامبليفاير الجين بتاعه 1، والامبيدنس بتبقى 1 ميجا اوم، 3.5 بيكو فراد. الامبيدنس بتبقى 10 ميجا اوم او اكتر. ده الشيء الممكن مع الفت الانبوت، الفيت انبوت ستيج. the input capacitance effect can be further reduced by تمام. يبقى ده يعني دي القيم بتاعتنا، وهنشوف دلوقتي هنشتغل عليها ازاي. وغالبا يعني مفيش امثلة كتير على الموضوع، هو مثال واحد بس مش عارف ده في شيت ولا لأ. بيقول لك determine the signal frequency at which a probe زد اي او الامبيدنس 10 ميجا اوم 3.5 بيكو فراد. قلنا ان التلاتة دي بي اما تكون موجودة في المسألة معناها ان الاكس سي بتساوي ار اس، والار اس بتساوي 600 اوم. ماشي، يبقى احنا عندنا الاكس سي اللي هي بتساوي 1/2 باي اف سي بتساوي 600 اوم. كل حاجة موجودة عندي ما عدا الفريكونسي، يبقى هو اللي هطلعه، مفيش أي قانون تاني. يبقى هو القانون ده نعرفه، ده بيشتغل على أي بروب، اللي هو لو قالك إن ال reduces the signal by 3 dB، أو اللي قالك مثلا ال VI بتساوي VS ناقص 3 dB. هنا ال VI بتساوي VS ناقص 3 dB، يبقى إيه؟ معروفة إن ال XC بتساوي ار اس. نرجع تاني. تمام، احنا ممكن نستخدم الاستوسكوب ان احنا نعرض الكاركترستكس بتاعت الديفايس، زي مثلا الدايت. لو جينا وصلنا الدايت بالشكل ده، هنوصل هنا الفولتج فورورد على الهوريزونتال انبوت، وهنوصل الفولتج ريفرس على vertical input، هيطلع لي الشكل ده. تمام، يبقى هنا بيعبر عن التيار، وهنا بيعبر عن الفولت اللي عليه. طبعا زي ما احنا عارفين ان الدايت بيبدأ يشتغل من عند 7/10 تقريبا. ده طبعا شرح اللي هو ازاي بيبدأ يرسم الشكل ده. x y and z displays. دي معناها ايه؟ بيقول لك انا حطيت عندي على channel A signal و channel B signal، اللي يعتبر اللي هما ال x و y. فال z اللي هو اللي هيطلع على الشاشة هيكون شكله ايه؟ او مش يعني هي مش channel A و channel B بالظبط، لان كده انا هخش في الدول تريس اسوسكوب. لا، وانا هحط مكان الرامب signal معينة. تمام. طيب قبل ما نوصل للجزء ده، او قبل ما ناخد اللي هو انا لو دخلت على الفيرتيكال حاجه او على الهوريزونتال حاجه هيرسم ايه، ناخد الاول نرجع تاني بس لحته ان الرامب كان بيشتغل ازاي او بيعرض الشكل بتاعي ازاي. waveform display ده الجزء اللي احنا سيبناه وقلنا هنرجع له تاني. تمام.
وين ان الترنيتنج فولتج، يعني لو عندي فولت رايح جاي مثلا زي ساين او سكوير او تراينجل او ايا كان، مش حاجة ثابتة، مش خط ثابت، يبقى هو لازم يرسم شكل ما على السكرين. طيب الشكل ده بيترسم ازاي؟ زي ما قلنا ان انا عندي الفيرتيكال بتبقى واخدة الانبوت بتاعي، ايا كان بقى امبليفايد وعدى عليه شوية حاجات كده، بس الانبوت بيبقى داخل على الفيرتيكال، والهوريزونتال بيبقى داخل عليه رام. هيطلع الشكل ده. طيب الشكل ده طلع ازاي؟ تعال كده نشوف المثال. مثلا المثال هنا يوضح اكتر. بيقول لي لو انا عندي الويف بتاعتي او الانبوت 500 هرتز، ده الفريكوانسي، 40 فولت امبليتيود او البيك، ده على الفيرتيكال ديفليكتنج بليتس. الفيرتيكال هو الانبوت زي ما قلنا، نرجع تاني عشان برضو ايه نبقى مركزين. الفيرتيكال هو الانبوت بتاعي او الشكل بتاعي سواء ساين او سكوير او ايا كان، والهوريزونتال هو الرام، عشان هنا هو ممكن ما يقولش انبوت ولا رام ولا اي حاجه، فاحنا لازم نعرف من اي يعني انهي بليتس بيبقى عليه. تمام. الرام بقى عباره عن ايه؟ عباره عن 250 هرتز وامبليتيود بتاعه 50، سي ار تي الفيرتيكال سنسيتيفيتي برضو اللي هي بتاعه الانبوت 1/10 سنتيمتر على فولت، والهوريزونتال 8/100 سنتيمتر على فولت. اول حاجه هنعملها ان احنا نجيب تي كابيتال لكل اتنين، للاتنين فيهم، دي هتبقى 2 مللي سكند ودي هتبقى 4 مللي سكند. طيب هنشتغل على اني واحده. اهم حاجه عندي بتاعه الرامب، لازم ارسم سايكل كامله من الرامب، بعد كده ابدا ارسم عليها عدد سايكلز. يعني انا هنا عندي الرامب عباره عن 4 مللي سكند، يبقى انا هرسم 2 سايكلز فوق والسايكل بتاعه الرامب بتاعتي كامله. يبقى اهم حاجه ان انا اكمل الرامب بتاعتي كامله، بعد كده ابدا اشوف انا هرسم عدد سايكلز ايه. يعني مثلا لو التي بتاعه الترانجولار ويف كانت 3، يبقى انا هرسم سايكل ونص فوق وهرسم سايكل واحده تحت، لازم اللي تحت لازم تكون سايكل كامله. تمام. بعد كده هنبدأ نشتغل نقطة نقطة. نيجي مثلا على الرسمة هنا، نصغر شوية. تمام. نبدأ نرسم نقطة نقطة. مثلا عندي هنا الفيرتيكال هتكون لو جينا مثلا يعني نرسمها على شكل إحداثيات أو نقط، هيبقى الفيرتيكال بتعبر عن نقطة الإكس، والهوريزونتال عن نقطة الواي. يبقى مثلا لو جينا ضربنا الزيرو، طبعا احنا قلنا ده السنسيتيفيتي بتاعته 1/10 وده 8/100، يبقى الزيرو في 1/10 بزيرو، يبقى ده الاكس بتاعي وده الواي. لا اسف، العكس. يبقى نقول تاني كده، ده بيعبر عن الإحداثي بتاع الواي وده بيعبر عن الإحداثي بتاع الإكس. لو جيت قلت مثلا إن هنا أول حاجة دي 1/10 ودي 8/100، يبقى مثلا هنيجي نضرب زيرو في 1/10 هتطلع لي زيرو، يبقى النقطة دي الواي بتاعها زيرو. طب الاكس بتاعها ايه؟ -50 في 8/100، دي هتطلع -4 سنتي. ليه السنسيفتي بتاعتنا بسنتي على فولت؟ ماشي. هنعمل ايه او هنرسم ازاي؟ هنبدأ نعمل من النقطة دي كده نقطة، يعني هنعتبر ان ده محور الواي اللي هو الزيرو او نص السايكل بتاعت الرامب عن زيرو رايزنج، هنعتبر ان ده النص بتاعنا. نرسم هنا الزيرو، هنمشي 4 مربعات في السالب ونعمل النقطة بتاعتنا. تمام. بعد كده مثلا نطلع على النقطة دي، هنلاقي ان هنا قصادها موجب 40، 40 في 1/10 ب4، وهنلاقي قصادها من هنا -37.5، لما نضربها في 8/100 طلع لنا
الرقم بس سالب 3، يبقى عندنا نقطة الأصل. هنمشي 3 مربعات ونرسم لفوق 4، بعد هنا برضو هتبقى 0 و2، هنا هتبقى -4 وسالب 1، هنا هتبقى 0 و0 وهكذا. هنبدأ نمشي نقط نقط لحد ما الموجة تكمل معانا. تمام. طريقة حلوة، احنا لو رسمنا الموجة دي كاملة نكررها زي ما هي، مش لازم نكمل النقط للآخر، لأن احنا عارفين ان احنا رسمنا هنا 2 سايكل، يبقى هيكررها. يعني رسمنا هنا 2 سايكل، يبقى أول سايكل خلصت التانية هتبقى زيها بالظبط. تمام. نرجع بس ايه، نكمل بقى الجزء بتاعنا. لو احنا عملنا اكس واي اند زد displays، بيقول لك ان انا لو حطيت على الفيرتيكال ساين ويف وحطيت 0، او ما حطيتش حاجه سبتها مفتوحه، على الهوريزونتال هيرسم خط راسي في النص، لو عكست هيرسم خط افقي في النص برضه. لو حطيت 2 ساين بنفس الامبليتيود وفي نفس الفيز هترسم خط مايل ب45 ناحية اليمين، ولو عكست الفيز بتاعهم هيبقوا الاتنين انتي فيز بنفس الامبليتيود ونفس كل حاجة، بس الفيز بتاعهم 180، هيرسم خط 45 من ناحية الشمال. لو حطيت 2 ساين ويف نفس كل حاجة بس الشيفت فيز 90، هيرسم دايرة مركزها النص. لو عملت نفسه برضو الساين ويفز بس الشيفت فيز أقل من 90 يعني، بس أكبر من الزيرو، يعني ما بين الزيرو و90، ترسم لي شكل بيضاوي يقرب من الدايرة كل ما قربت من 90، وهيقرب من الخط أو ينطبق على نفسه كل ما قرب من الزيرو. تمام. طيب، في قانون هنا بيقول لك ان الاف 1 على الاف 2 بتساوي نمبر اوف بوزيتيف بيكس على نمبر اوف رايت هاند سايد بيكس. يعني ايه؟ لو انا حطيت فيرتيكال انبوت هنا ساين ويف، بعد كده حطيت برضو ساين ويف بس الفريكوانسي بتاعها نص، هتطلع الفريكونسي بتاع الضعف، هتطلع لا النص صح. تمام. هتطلع الشكل ده انفينيتي. تمام. لو انا جيت حطيت خليت النسبة 3 على 2 هتطلع لي بالشكل ده. طيب، ايه القانون؟ لو انا جيت عملت لاين هنا واعتبرت ده نقطة الاصل، بعد كده جيت عديت الرايت هاند سايد بيكس، يعني البيكس اللي فوق على اليمين، على يمين الخط بواحد. طيب البوستف كلهم عندنا ايه وعندنا بي، البيك دي والبيك دي، يبقى 2، يبقى 2 على 1 ب2. طيب لو جيت رسمت نفس الخط بالشكل ده، تيجي مثلا نعد البوست فيكس كلها، ادي 1 2 3. لو جيت تعد اللي على اليمين بس هتلاقيها 1 2، لأن دي يعني في نقطة الأصل فتعتبر برضو تبع اليمين، يبقى النسبة بتساوي 3 على 2. Stereoscope specification and performance. sensitivity دي طبعا حاجة احنا عارفينها، اللي هو يعني أقل حاجة بيقدر يقولها. accuracy برضو تقارب القيم، الريسبونس بتاعي
مش مهم، احنا بس عايزين نوصل لحاجة. time based measurement دي اللي هو ازاي تقدر تحسب الحاجة من على السكرين، اللي هو ال horizontal divisions بيساوي واحد على ال frequency في time per divisions، اللي هو حاجة زي ايه، تفضل تعد المربعات والشرط والكلام ده اللي احنا ايه قلناه في الأول. تمام، ده مثال على الموضوع. لو مش جايب لك رسمة أصلا، فأنت لازم تكون عارف قانون انت شغال بيه، ال horizontal division وال vertical division تشتغل بأنهي قوانين. ده ما خدناهوش، لا ده خدناه، ده احنا شرحناه، اللي هو display rise time بيساوي القانون ده وقلنا عليه. القانون ده مش عندنا، يبقى المسألة دي مش عندنا عشان القانون مش موجود. وبكده نكون خلصنا الشابتر. هعرض بس عليكم حاجة سريعة كده.